بعجالة. أولاً، مذهب الزيدية قريب من مذهب أهل السنة والجماعة، فهو في الفروع على مذهب الإمام أبي حنيفة، في الفروع على مذهب الإمام أبي حنيفة، يعني في الأحكام، أحكام العبادات والبيوع والقضاء على مذهب الإمام أبي حنيفة. في الأصول في العقائد هو يجيز أن يكون الإمام في كل أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنها، كل أولاد فاطمة، يعني في السبطين يجوز أن تكون الولاية في الحسن والحسين. ويجيز المذهب الزيدي ولاية المفضول على الفاضل، ولاية المفضول على الفاضل. ويجيز المذهب الزيدي أن يكون الولاية متعددة في الأقطار، يعني ليس شرط أن يكون الخليفة واحد في الدنيا كلها، ممكن أن يكون هنا حاكم وهنا حاكم وهنا حاكم حينما تتشتت أبقاع، حينما تتشتت بقاع الدنيا. أما في الصفات فهم على منهج المعتزلة. الزيدية لا يسبون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أبدا، ولا يكفرون أحدا من الصحابة، وإنما يسبون الخلفاء من بني أمية. ولذلك عنده المثل السائد يقول: إلى يزيد ولا تزيد، إلى يزيد ولا تزيد، خلاص. إذا أنت مضطر أن تسب وتشتم فعليك بخلفاء بني أمية إلى يزيد ولا تزيد. يعني حتى معاوية رضي الله تعالى عنه لا يرون جواز سبه ولا شتمه. هذا مجمل عقيدة الزيدية. الزيدية ثلاث فرق، منهم فرقة اسمها الجارودية. هذه الفرقة الجارودية تخالف المذهب الزيدي ولو انتسبت إليه، فهي ترى أن الخلافة لا تصح إلا في السبطين الحسن والحسين، تكفر الصحابة، تقول أسباب كل شر في الدنيا هو عمر رضي الله تعالى عن عمر. يسبون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، يرون وجوب الخروج على الحاكم الظالم، وجوب الخروج على الحاكم الظالم، يرون أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، مخلد في النار. هذه بالجملة عقيدة الجارودية. عقيدة الجارودية يتبناها من الزيدية الحوثي، الحوثي. إذا الآن اتضح لك الأمر أن نسبة الحوثية إلى الزيدية لا يصح يا أخي، لأن بينا لك الآن الزيدية ما هي والجارودية ما هي، ثم بعد ذلك اتضح لك الأمر. فالحوثية انطلقت من هذه العقيدة، بعد ذلك سوف نبين كيف علاقة الحوثية بالاثني عشرية. بدأ الفتنة والعياذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن في اليمن، لما سقط حكم الإمامية في اليمن، وكان قبل ذلك عام 1390 قد تم الصلح في بلاد اليمن على يد الملك المبارك الملك فيصل رحمة الله تعالى عليه، فأصلح بين الجمهوريين والملكيين بعد حرب استمرت 8 سنوات عجاف، وكان على إثرها حصار مدينة صنعاء 70 يوم عام 1387 هجرية. ثم بعد ذلك أصلح بينهم الملك فيصل
وأعطاهم الترضية وأرجعت جميع الأمور نصيب الأسد كان للإمامية في ذلك الوقت. لما تم الصلح على يد الملك فيصل قال شاعرهم في قصيدة لا تحتاج إلى تعليق، اسمعها مخاطبا الملك فيصل، يقول: قل لفيصل والقصور العوالي إننا نخبة أبات أشاوس، قل لفيصل والقصور العوالي إننا نخبة أبات أشاوس، سنعيد الإمامة للحكم يوما بثياب النبي أو بثوب ماركس، فإذا ما خابت الحجاز ونجد فلنا إخوة كرام بفارس. هذا عام 1390، يعني قبل كم سنة؟ 41 سنة من اليوم، ليتضح لك المنهج والطريقة ومصادر الالتقاء بين جميع الأطراف في هذه الفتنة. قل لفيصل والقصور العوالي، يعني ينبز بهذا الأمر، إننا نخبة أوبات أشاوس، سنعيد الإمامة للحكم يوما بثياب النبي أو بثوب ماركس. القضية قضية سياسية، ما هي قضية دين ولا مذهبية ولا طائفية، قضية سياسة. إن شئنا نلبس ثوب النبي عشان نوصل، ولا إن شئنا نلبس ثوب ماركس، الأمر كل واحد، أو بثوب ماركس. فإذا ما خابت الحجاز ونجد، إذا ما دعمونا ولا ناصرونا، فلنا إخوة كرام بفارس. ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. بدأت الفتنة والعياذ بالله من الفتن في اليمن لما حصل في عام 1410 و 11 حصلت الوحدة بين شقي اليمن على يد الرئيس الحالي لبلاد اليمن، ثم بعد ذلك حصلت قضية الأحزاب، ففتح الحكومة اليمنية قضية الأحزاب، كل من شاء أن ينشئ حزب ينشئ حزب، فتكون 64 حزب في اليمن. قبل هذا كان بعد سقوط الإمامية في اليمن خرج مجموعة من حكام اليمن ومن الإمامية إلى البلاد السعودية فآوتهم، وكان من بينهم بدر الدين الحوثي الذي يكثر الكلام عليه وصفته. ومن باب العدل، وعلى العدل إقامة السماوات والأرض، بدر الدين الحوثي عالم وهو ضليع في العلم في مذهبه وفي علم البلاغة والبديع، فهو من العلماء في هذا الباب، فيجب أن نثني على كل إنسان بما فيه بالحق. رجع بدر الدين الحوثي إلى اليمن بعد أن جلس في السعودية فترة، ثم بدأ يدرس ويعلم، ثم أنشأ له مدرسة حوله ومن طلابه، وكان يدرس في هذه المدرسة ابنه محمد. محمد ماذا كان يدرس؟ كان يدرس مبادئ الثورة الإيرانية في هذه المدرسة، يعلم الطلاب. حسين بدر الدين الحوثي الذي هو أصل هذه المشكلة والفتنة كان يدرس في المعاهد العلمية في بلاد اليمن، وهذه المعاهد العلمية مناهجها قريبة من مناهج المعاهد العلمية في المملكة العربية السعودية. درس فيها، ثم بعد ذلك تخرج منها، ثم درس الجامعة، ثم أخذ الماجستير والدكتوراه من القاهرة ورجع، ثم بعد ذلك دخل في الخضم السياسي وكون مع أصحاب له منتدى الشباب المؤمن، ثم بعد ذلك حزب الحق، ثم بعد ذلك انطلقت هذه الفتن التي تريد التغيير للسلاح. كان الهدف الحقيقي
هو ما تبين في تلك الأبيات التي قيلت 1390 التي قرأتها قبل قليل. القضية قضية تكوين حزب سياسي يعيد حكم الإمامية لمثل هذه المنطقة، لمثل هذه المنطقة. لما كان هذا التوجه عند الجارودية التقت المصالح مع من؟ مع إيران. التقت المصالح مع إيران، فتقاطعت المصالح في مثل هذه الفترة. هذا الكلام يا أخوان لما نقوله نحن، وقد يسأل سائل يعني لماذا ولماذا، لماذا خبئت، لماذا لم يكن مثل هذه الأمور إلى آخره. دائما يا أخوان، وأنا لا أعلل ولا أعتذر، لكن فيما يظهر لي أن الساسة قد يخفون كثيرا من الأمور لمصلحة أبعد. لماذا؟ لأن كلمة الساسة، أرباب السياسة المتولين للأمر، الكلمة منهم قد تولد حربا لا ينطفئ أثرها والعياذ بالله. فتجد أن التصريحات الرسمية تختلف عما أنت تعلمه. لماذا؟ قد يعني تخفي كثيرا، قد لأجل ماذا؟ محافظة على مصلحة يراها السياسي في المستقبل لبلاده ولأمته. لكن طلاب العلم وعلماؤنا والمفكرون منا والمثقفون يجب عليهم البيان، لتبينونه للناس ولا تكتمونه، يجب عليهم البيان، لأن الأمة ما تدخل في خليط في قضية الأفكار. لأنه إذا لم تبين الحقائق ولم تنجلي الأمور يتكون بعد ذلك أمور لا تحمد عقباها، بمعنى أنه قد يتحقق في الأذهان أن هذه الحرب جريمة سعودية على اليمن، وأن هؤلاء مستضعفون، لا سيما أن الذي يدير الكفة ماذا؟ هو الإعلام. لكن التبيين للناس وتوضيح وجهات النظر الحقيقية دون أن نظلم أحد ولا نفتري الكذب على أحد هو الواجب الذي يجب علينا. انطلقت والعياذ بالله الفتنة في اليمن على إثر ما يزعمونه من الشعارات: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت لشيطان الأكبر. وكانت أول الفتنة في صنعاء في يوم الجمعة من سنة 2002، ثم بدأت هذه الشرارة بالاعتقالات والحروب إلى أن وصلت عام 1431 من الهجرة، 1431 من الهجرة، أو ما يسمى بالحرب السادسة بين الحوثيين والنظام اليمني. وابتدأت هذه الحرب من شهر نهاية جماد الآخرة 1430 إلى يومك، يعني 8 أشهر، وما زالت الحرب قائمة إلى يومك هذا 29 من محرم 1431. أنا أعلم أن في الأذهان عدة أسئلة أنا أطرحها. أولا، ما هي القوة عند الحوثيين أن يصبروا إلى مثل هذا الأمر؟ من أين لهم السلاح؟ كيف تم السكوت عليهم حتى يصلوا إلى مثل هذه الفتنة؟ من الذي يدعمهم؟ هل حقيقة أن الحوثية هذه الفتنة حقيقة تريد أن تحارب أمريكا، أو أنها حقيقة تكره إسرائيل؟ هذه أسئلة تثار في الأذان. إذا كانت الحوثية مشكلتها مع أمريكا، لماذا تحارب؟ لماذا يوقف في وجهها؟ ما هي المصالح التي ترجوها من هذا الأمر؟ كل هذه الأسئلة. لماذا اعتدى الحوثيين على البلاد السعودية؟ لماذا دخلوا إلى البلاد السعودية؟ ما الأهداف التي من ورائها؟ كلها أسئلة أرجو أن يمكنني الوقت من ذلك. لما دخلوا إلى الحدود السعودية، قبل أن أجيب عن تلك الأسئلة، اعتدي على هذه البلاد المباركة. فلما اعتدي على هذه البلاد المباركة
كان من الواجب على ولي الأمر أن يقوم، لأن من موجبات البيعة التي في عنقه أن يحافظ على البلاد، ما يترك البلاد كلأ مباحا لكل من شاء أن يعتدي عليها. فمن مقتضيات البيعة أن يطرد هؤلاء من هذه البلاد إلى خارجها، نظرا لأن هذه الفتنة قد تتلبس بلباس المذهبية والطائفية، فلذلك عبر عنها الإعلام الرسمي بالمتسللين حتى لا تأخذ أنماطا أخرى من التوجهات، هذا الإعلام الرسمي. لكن طلاب العلم سوف يبينون الحق، والمفكرون والمثقفون وأرباب الأقلام يجب أن يبينوا الحق ما هو من وراءه. لما دخلوا إلى هذه البلاد، دخلوا إلى ما يسمى جبل الدود والدخان وأحد المسارح والخوبة، فدخلوا إلى هذه المناطق الجنوبية كثيرا منها، وخصوصا على أتخام منطقة جيزان وما حولها. من المعلومات، هذا جبل دخان الذي تسمع عنه، جبل دخان، تعرف كم مساحته يا حبيب؟ من يعرف مساحة جبل دخان؟ ها يا أخوان، من يعرف مساحة جبل دخان؟ جبل دخان هذا 14×28 كيلومتر، 14 عمقه في طول 28 كيلومتر. يعني ليس هو سلسلة من الجبال تقول والله زي الجبال اللي انت عارفها إذا خرجت إلى البرية عرضه 100 متر أو 150 متر، 14